صباحكم سعادة وجمال. أنا قبل يومين كنت أقرأ كذا اجتماع لأحد الرؤساء التنفيذيين، كان يسأل المدراء الدوائر عنده في الشركة، فيقول له كيف أوضاع الموظفين، هل كلهم فعالين؟ فبعض المدراء قال عندنا كثير من الموظفين ميتين، يعني ما عندهم إنتاج. فجميل، سألهم سؤال جميل جدا جدا جدا، يعني يقول لهم من عمل لهم مقابلات؟ من وظفهم؟ قال نحن. قال طيب لما وظفتوهم وعملت لهم مقابلات هل كانوا ميتين؟ قال لا، كانوا نشيطين، كانوا جايين بحماس، كانوا جايين عندهم أفكار. قال إذن أنتم قتلتموهم. فدائما كل المدراء اللي يسمعوني انتبه، كل موظف يتوظف عنده شغف، عنده طاقة، حاب يعطي، حاب ينتج، فأنت إما أن تعزز ذلك الشغف وإما أن تقتل الشغف، وأنت السبب.